لا نزال متواجدين في مهرجان ليوا الدولي ومنطقة تل مرعب المليئة بالكثير والعديد من الفعاليات اليومية كما ذكرنا سابقا، وأيضا الكثير من البطولات والأنشطة المتنوعة اليومية وأيضا البطولات الرياضية الترفيهية والعديد من المرافق والخدمات الموجودة هنا في قلب مرعب. اليوم احنا موجودين عند الملاعب الرياضية، وهذه الملاعب هي جزء قد تم استعداده هذا الموسم للمرة الأولى من خلال مهرجان ليوا الدولي 2024. في أكثر من 8 ملاعب مخصصة لألعاب عديدة ومختلفة تم وضعها وتشييدها هنا في منطقة تل مرعب، وتلبي أيضا رغبات القادمين والجمهور لمختلف الألعاب الرياضية. هناك العديد من المرافق الرياضية الموجودة، ولكن أذكر منها ملاعب كرة القدم، ملاعب البينت بول، وأيضا صالة الألعاب الرياضية الجيم الموجودة في هذا المكان. يعني هي خدمة جميلة جدا وجديدة تقدم ضمن الخدمات التي تقدم لرواد مهرجان ليوا خلال هذه الفترة. يعني ما كان فيه في السابق أي ملاعب رياضية في هذا المكان، ولكن في هذا الموسم بالتحديد في هذه النسخة التي هي نسخة استثنائية بكل مقاييس في الكثير من الفعاليات التي تشارك للمرة الأولى في هذا الموسم. الملاعب عديدة وكثيرة مثل ما ذكرنا، وأيضا صالة الألعاب الرياضية الموجودة واللي يستطيع رواد هذه الصالة أيضا ممارستها في أي ساعة من خلال هذا اليوم. الجميل أيضا أن في بعض الأماكن المخصصة لدخول الجمهور بدون مقابل، في أعتقد في الصالة الرياضية تقريبا أو صالة الجيم، والملاعب أيضا هناك أسعار مختلفة ولكن في متناول الجميع من أجل المشاركة. طبعا هذا الموسم مثل ما قلنا في مرعب، في خدمات جديدة وأشياء استثنائية والعديد من الخدمات والمرافق التي تتوفر هذا الموسم للمرة الأولى. يعني لو ذكرت على سبيل المثال في منطقة الأربي المخصصة لسيارة الأربي تم استحداث جزء جديد، وأيضا توسعت المساحة الخاصة بسيارات الار في، وفي عدد كبير جدا من السيارات الحاضرة من مختلف أنحاء الإمارات والخليج أيضا والمنطقة بالمناسبة. أيضا هناك أيضا هذا الموسم استحداث لمخيم ليوا الملكي، والذي يضم العديد من الخدمات الجميلة والمميزة. أيضا هناك توسع لمنطقة المخيمات وزيادة أيضا في عدد المخيمات كي تلبي أكبر قدر ممكن من رغبات وطلبات الجمهور. بالإضافة لذلك هناك بعض الأماكن المخصصة بشكل مدروس ومنظم من اللجنة المنظمة لرواد البر ومحبي التخييم كي يقومون بالتخييم في هذه المناطق أيضا بمعداتهم وخيامهم الخاصة، ولكن في مناطق تم وضعها مسبقا ويتم تحديدها وحجزها عبر التطبيق الإلكتروني لنادي ليوا الرياضي. أيضا هذا التطبيق لو تحدثنا عنه، فهذا الموسم يضم الكثير والعديد أيضا من الخدمات اللي تلبي رغبة الجمهور. مرعب جميل جدا، منطقة تل مرعب رائعة، المهرجان برياضاته مختلفة والعديدة أيضا. هذا الموسم يقدم الكثير والعديد من المفاجآت، وأنا إن شاء الله في اللقاء القادم بكون معكم عبير عبد الله مع اللقاء في مع أحد المسؤولين عن هذه المرافق الرياضية للتعرف أكثر على ما تقدموه للجمهور.